زي ما كتير مننا بيقول، لكن احيانا لا نؤمن انه يجب انه نتعلم انه الايام ما بتدومش زي ما احنا متوقعين انها تفضل، وانه الحياه ممكن تتغير في لحظه. قد ما اليقين ده مريح احيانا، قد ما هو احيانا ممكن حياتي اللي انا راسمها واللي انا مخططها يتغير شكلها، مش لازم للاوحش او للاحسن، لكن بتغير شكلها. ودي حاجه يعني مهما خططنا ومهما حاولنا ومهما تمنينا، لكن ممكن ما نبقاش عارفين ايه التغيير اللي ممكن يحصل في حياتنا. ده باختصار ممكن يكون عنوان لقصة طالبة جميلة، او دلوقتي نقدر نقول يعني أستاذة جامعية كده جميلة اسمها ميار حسين. ميار في 2016 كانت زي الوقت ده يعني رايحة مكتب تنسيق جامعة بني سويف عشان تسجل رغباتها وعايزة تلتحق بالجامعة. شاء القدر، وزي ما بقول لحضراتكم كده، الحياة اتشقلبت في لحظة في حادث. ميار اتصابت في حادث أثناء توجهها لمكتب التنسيق وأصيبت بشلل رباعي. النهاردة بعد 6 سنين من الحادث اللي بالتأكيد أخذ برضو من وقتها ومن عمرها يعني وقت في التعافي، لكن حققت حلمها وحصلت على بكالوريوس علوم بتقدير امتياز. النهاردة ميار بقى كانت نجمة حفل التخرج، وكانت هي الوردة اللي في وسط الحفلة دي لأسباب تخص المعاناة اللي ميار عدت بيها. إنه كل تحدي عدت بيه على مدار ال6 سنين اللي فاتوا كان تحدي يستحق إننا نشوفها ونسقف لها ونحترم تجربتها وكمان نسمع منها، لأن أنا متأكدة إنه قد ما الموضوع ملهم جدا وعظيم جدا وإنه ما استسلمتش على الأقل، لكن ميار أكيد عندها حاجة تانية تشاركنا بيها. ميار حسين الطالبة الحاصلة على بكالوريوس علوم من جامعة بني سويف بتقدير امتياز، واللي تحدد ظروف كتير بالتأكيد والنهاردة شفنا صورها وكنا سعداء جدا بتخرجها. ميار مساء الخير. مساء الخير يا استاذه دينا، اهلا بحضرتك. مبروك الاول التخرج يا دكتوره، بقى امتياز يعني خلاص نتوقع بقى سلك جامعي ولا لا؟ الله يبارك في حضرتك، ربنا يمسهل يا رب. يا مسهل. ميار احكي لي على الفتره اللي فاتت ال6 سنين، مش عايزه بقى نرجع نفكرك باكيد وقت صعب، لكن ازاي قررتي في البدايه انك تكملي وتدخلي الجامعه رغم كل الظروف الجديده اللي اتحطيتي فيها؟ لا ابدا والله، هو مش موضوع يعني حضرتك تفكريني، بالعكس انا كل ما بفتكر يعني اللي انا كنت فيه زمان بشوف قد ايه كان في فرق جدا بين ميار بتاع زمان وميار بتاع دلوقتي، وان انا قدرت ان انا اتحدى اللي انا كنت فيه، وان انا ما استسلمتش للسرير او للكرسي، ورغم كل ده كملت دراستي ووصلت اللي انا فيه دلوقتي الحمد لله. قولي لي كملتي دراستك ازاي؟ انا عارفه ان علوم كانت دراسه صعبه، الوقت اللي اخذتيه عقبال ما تتعودي على الوضع الجديد وتحضري محاضراتك وتكملي بقى في المسار العلمي، مين ساعدك او مين كان اكتر دعم ليكي في الفتره دي؟ والله انا ما اخذتش وقت كتير في التاقلم يعني، لان يعني جامعه بني سويف حقيقي من احسن الجامعات يعني في مصر عامه، كلهم صف الدكاتره والمعيدين وحتى والله العمال كلهم كانوا بيشجعوني جامد جدا، وطبعا يعني اللي اعطوني الدافع ان انا اكمل دراستي هي مامتي. طبعا مامتي يعني هي انا بابايا متوفي من 2013، فمامتي واحنا 5 بنات، فمامتي بالنسبة لي كانت الأب والأم. والحمد لله من بعد الحادثة هي ورايا وفي ظهري، هي اللي تعبت معايا، كانت بتوديني الجامعة وكانت بتجيبني، قالت لي أنا معاكي، هي حتى بعد الكلية هتكملي الماجستير هتكملي الدكتوراه، أنا معاكي وراكي لحد الآخر خالص. ربنا يخليها لك يا ميار، دي حاجة حلوة. ده حاجة متوقعة، لكن بصي كل الدعم الطبيعي للأمهات بتعمله، وكأن ربنا بيحط بطولة كده في قلب الأم لما يبقى حد من ولادها عنده ظرف مخصوص، مش كده؟ ميار احكي لي انت عايزة تكملي في ايه؟ في السلك الجامعي كده زي ما ماما متمنية، ولا عندك حلم كمان في الحياة العملية عايزة تكملي فيه؟ والله وانا يعني اول ما دخلت الكلية كان يعني مش عايزه اقول لحضرتك في ناس كانت مراهنه على ان انا مش هعرف اكمل، ان انت تقولي علوم صعبه، غيري تقولي كليه ادبيه، طب ازاي هتروحي ازاي هتيجي الكلام ده. بس انا لما دخلت الكليه ودخلت يعني قسم كيمياء حيوي قسم البايو،
والله حقيقي الترحيب كبير جدا جدا من الدكاترة، وخاصة يعني رئيسة قسم البايو حاليا دكتورة بسنت، ورئيسة القسم سابقا دكتورة ولاء حزي، ومامتي بقى الثانية في الكلية كانت دكتورة نبيل، والصف بقى الدكاترة والمعيدين كلهم شجعوني ويعني وعطوني بقى دافع كبير جدا ان انا اكمل. وانا وقت الحادثة بتاعتي كنت بشوف فيديوهات للاشخاص ذوي الهمم اللي كانوا بيأثروا، يعني اللي بيسيبوا بصمة في البلد، بالظبط بيسيبوا بصمة في الناس، وكنت بشوف بقى سيادة الريس ودعمه للأشخاص ذوي الهمم وإن هما بالظبط بيطلعوا معاه في مؤتمرات. فقلت لنفسي ليه لأ، يعني أنا اللي يعرف ميار شخصيا أنا طموحي ملوش حدود، يعني مفيش ليميت معين بقف عنده. ما الروح اللي شالتك ال6 سنين اللي فاتوا دي اكيد روح طموحة وقوية. الحمد لله. فقلت ليه لأ، ليه يعني الإنسان ما هو إلا بصمة، يعني احنا بنروح من الدنيا ما فيش الا ما بننساش غير الاثر، حلو. فقلت انا لازم اسيب اثر في الناس، اعرف الناس واحكي لهم حكايتي واقول لهم ان ما فيش حاجه مستحيله، مش كرسي اللي هيوقفني. انا كنت بنوته طبيعيه عايشه حياتي جدا، تخرجت من ثانويه عامه خلاص بقى يعني نفسها بقى تشوف الدنيا والحياه، ويشاء القدر ان يحصل كل ده وانا على كرسي. لا انا مش هستسلم للسرير، مش الكرسي هو اللي هيقيد حركتي، لا انا هكمل وهكمل كليتي وان شاء الله اكمل الماجستير والدكتوراه، وطبعا بدعم اهلي وبدعم طبعا دكاترتي ودكاتره قسمي، طبعا يعني دكاتره القسم دعموني جدا، يعني كنت بروح الكليه يشرحوني حتى في الاوقات اللي انا مثلا كنت ببقى تعبانه فيها، كانوا الدكاتره ممكن مثلا يمتحنوا امتحانات اونلاين، بروح مثلا ايام مخصصه المعيدين يشرحوا لي العملي. حقيقي والله كلهم كانوا بيسهلوا لي كل الامور جدا وييسروا لي كل اي حاجه انا لما احتاجاها، مجرد بس يعني يا دكتور يدوا الاوكي على طول، اعملوا المعيار اللي هي عايزاه. بالظبط. انا متاكده بقى يا ميار ان بمخزون الحب اللي انت خدتيه والدعم ده انت كمان هتسهلي السكه على ناس كتير، مش بس من ذوي الهمم، لكن اعتقد طلبه كتير وناس كتير جايين وراكي كده، قصتك هتبقى مهمة جدا جدا بالنسبة لهم، فعشان كده نفسي ناس وعايزة كتير أقول قوي لحضرتك تعرف. كمان اتفضلي. وعايزة أقول لحضرتك كمان هو المجتمع هو اللي بيعمل كده، الناس اللي حواليك. احنا أنا لما ببقى محاطة بناس بتحبني ومحاطة بناس بتشجعني، أصحابي في الجامعة بيشجعوني، بيبعتوا لي محاضراتي، بيبعتوا لي ريكوردات، يسألوا لي محتاجة حاجة، اشرحوا لي الجزئية دي، دكاترتي لو احتجت أي حاجة منهم، مجرد ما أبعت للدكتور، دكاترة قسمي طبعا ويعني والأقسام التانية، لأن احنا عندنا في الكلية بيتفاعلوا على طول. لأن احنا عندنا في الكلية، أنا كلية علوم، احنا بناخد كل حاجة، يعني بناخد المجالات كلها. اي يعني دكاترة اخيرا الأقسام بقى يا كلها. ميار، عايزه تتخصصي في ايه؟ ايه المجال الاكتر الاقرب لقلبك اللي انت تتخصصي فيه، تعملي فيه رساله الماجستير بتاعتك؟ تحاليل ان شاء الله حلو باذن الله. حلو جميل، يا رب نشوفك. وعندي هوايه جانبيه كده، البرمجه والجرافيك. الله، كل دي حاجه بلس من الدراسه. واعتقد ان البرمجه والتحاليل ممكن كده الاثنين مع بعض يعملوا ميكس حلو، وتعملي لنا حاجه تخدم المرضى او تخدم القطاع ان شاء الصحي الله بشكل ان من شاء الله الاشكال. باذن انا الله بشكرك ان يا شاء ميار، الله. بشكرك شكرا جزيلا. مبروك يا ميار، ميار حسين، طالبه حاصله على بكالوريوس علوم بامتياز مع مرتبه الشرف. ميار من 6 سنين كانت اتعرضت لحادث صعب جدا، بس النهارده قصتها ملهمة، وأنا متأكدة أنها هتفضل لسنين طويلة من عمرها هي بتعمل رسالة حلوة في الحياة، أنها بتقول للناس كملوا.